لكن كله كوم، وان كل واحد تحصل له حاجه يبقى الاهلي وراها صدقوني، وكان الاهلي اللي عمال ياخد كل البطولات ديت متفرغ انه باصص للناس. ده عفة نصار الزمالك حصل له مؤخرا ايه؟ كارتيرون مشي، مين اللي مشى كارتيرون؟ مين اللي لعب في دماغ كارتيرون؟ اسالوا عفة نصار. يعني في ناس من مصلحتها ما يبقاش في نادي الزمالك في استقرار، نادي الزمالك صدقني بيتعرض لمؤامره الفتره دي، مؤامره ان نادي الزمالك يقع، ان نادي الزمالك ما يستمرش بالشكل الكبير ده. وكان في بعض الفرق اللي مؤامره من مين يا كابتن؟ بص دايما الفرق المنافسه زي ما كان بيحصل زمان كده تفاوض مع اكتر، يعني اكتر من لاعب في فرقه نادي الزمالك في فترات معينه، نجوم نادي الزمالك في الفتره دي كلام كتير. يعني بص للمنافسين هتلاقي ان الحته دي كانت موجوده فترات كبيره قوي قبل كده. يعني الواحد طبعا مش عايز يتكلم مش وقتها، انما دايما لما نادي الزمالك بيكون نجمه عالي قوي تحس ان في حاجات بتتكاتف عليه علشان ما يطلعش. انت فاهمني طبعا كويس قوي، وابتسامتك يعني وضحت ان انت فاهمني كويس. فاللي عايز اتكلم عليه ايوه، بس الناس عايزه تفهم. الناس عايزه تفهم دايما المنافسين بيحاولوا يخترقوا نادي الزمالك. يعني لو بصينا الفتره اللي فاتت نادي الزمالك بياخد بطوله المنافسين اللي هم مين؟ الاهلي يعني؟ مثلا طبعا. طب ايه علاقه الاهلي برحيل كارتينو؟ هقول لك على حاجه، ايه علاقه الاهلي او بعض الفرق ان دايما يطلع العقوب بتاعت لعيبه نادي الزمالك ويحصل يعني بعض المشاكل بين بعض اللعيبه جوه النادي؟ ايه مصلحتها؟ بتطلع منين العقود دي؟ ايوه بس الاهلي بسياسته كده ده بالعكس، سياسه الاهلي طول عمرها كده. يعني الاهلي طول عمر نادي يعني الاهلي انت عايز كده. تفهمني ان كارتيرون الاهلي ليه دور في رحيله؟ ان الفتره دي بقى في حاجه مش طبيعيه بتحصل في نادي الزمالك، حته تسريب العقود بشكل كبير جدا، حته العقود اللي بتيجي ايوه. للعيبه. ثواني بس، هو ايه علاقه برضو النادي الاهلي بتسريب العقود برحيل كارتيرون؟ سيبك من دي، انا بتكلم دلوقتي على حته ان كارتيرون في يوم وليله بيمشي. كارتيرون في يوم وليله يمشي؟ يا راجل ده مش على الهوا، ده القعده كانت متذاعه على الهوا، ده الكلام كل الناس شافته. لكن برضو الاهلي وراه، الاهلي اللي لعب في دماغه.